السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتي فودي. معكم وصفة جديدة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بأحسن حال. الوصفة ديال اليوم عبارة على البسكوي الفقاس، تنعيطو احنا الفقاس بالمغربية. الفقاس اللي درتو بلا غلوتين، دونك درتو بالدقيق من غير الدقيق ديال القمح، وبواحد الطريقة اللي هي سهلة سهلة، تيجي مقرمش، تيجي بنين، وريحتو تتعطي تتشهي. بقاو معايا مع المكونات والتفاصيل، وإلى الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى.